فصل الصيف فصل عطلة وأنشطة موازية تستقبل خلالها مخيمات القرى الحضرية المئات من الأطفال، ليس لتجزية الوقت بل لتأطيرهم وفق برنامج متكامل. ضمن هذه الفضاءات مخيم القرب الحضري الحي الحسني الذي يحصي 600 طفل ينحدرون من أوساط هشة. روبرتاج هشام شكدال، تحرير جيلة بن فتان. أزيد من 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة استفادوا من ورشات في الأعمال اليدوية، الرقص، التعبير، المسرح والمسايفة. برنامج ترفيهي وتربوي يحتضنه فضاء دار الشباب الحي الحسنية، والهدف تمكين هؤلاء الأطفال من عطلة صيفية ممتعة بعد انقضاء عام دراسي. تعلمنا الاعمال اليدويه والانشطه والمسايفه وخرجونا داونا لابيسين وداونا البحر وتهلاو فينا بزاف. كل شيء كيعجبنا في هذا المخيم وبالاخص ورشه المسايفه. كما استفاد الأطفال من ورشة لتعلم اللغة الإنجليزية وتلقين مبادئها لهم. برنامج تناوب على تقديم فقراته المتنوعة سواء داخل فضاء دار الشباب أو خارجه، أطر تربوية مؤهلة لتنمية مواهب الأطفال. وزارة الشباب والرياضة مكنت مجلس دار الشباب من 600 مقعدا موزعة على 4 مراحل بمعدل 150 مستفيد في كل مرحلة مدتها 10 أيام. تحت شعار المخيم فضاء للتربية على المواطنة، فرصة تمنح لكل طفل متعة العطلة، كما تساعد على تنمية الروح الاجتماعية للأطفال المشاركين وتوسيع مداركهم الفكرية والعقلية، بالإضافة إلى نشر روح العمل التعاوني الاجتماعي بينهما. مع أجواء العطلة دائما طفرة نوعية شهدها القطاع السياحي في